السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن جوبيتر نوت بوك. ايه هو جوبيتر نوت بوك والكلام ده كله؟ فتعالوا نشوف العناوين بتاعت الفيديو ان شاء الله. فاول حاجه، ليه لازم ان انا استخدم جوبيتر نوت بوك، والاسم ده جه منين واختصر لايه، وازاي جوبيتر نوت بوك يعني ازاي بيشتغل وازاي انا ممكن استخدمه كده. ورابع حاجه اللي هو ازاي انا اغير السيم. يعني انت لما نشوف دلوقتي ان شاء الله هتلاقي ان جوبيتر نوت بوك عباره عن يعني معظمه الوان بيضاء والكلام ده كله. فلو انت قعدت فتره طويله ده ممكن يوجع عينيك، فازاي نغير السيم بحيث ان هو عينيك تبقى مرتاح وانت شغال. غير حاجه الاكستنشن او الاضافات اللي انا ممكن استخدمها بحيث ان هي تحسن شغلي وان انا شغال مع جوبيتر نوت بوك وكده. تمام، اول حاجه لان انا لازم استخدم جوبيتر نوت بوك. يعني حاجه برضك من اللي انا كنت بستغربها لما انا اتعلمت بايثون يعني، والحمد لله قلت هبدا بقى في ماشين ليرنج والكلام ده كله، فلقيت ان هو معظمهم بيتجهوا لجوبيتر نوت بوك. فيعني كان فايدته ايه؟ طب انا ممكن اكتب الكلام ده كله بفي اس كود او اي اديتور والكلام ده. كان عرفت ان الماشين ليرنج معظمه مثلا ايه اللي هو رسم بياني ويعني وتشارتس وحاجات من ديت كلها. فانت لازم ايه لما تكتب الكود تكون عارف ايه المخرج بتاعه عشان تعرف تكمل والكلام ده وكده. فلازم ان انت تكون في حاجه بتساعدك على كده. فهو جوبيتر نوت بوك اساسا اتعمل عشان كده، ان هو مثلا بتكتب مثلا في حاجه اسمها سيل، كود سيل مثلا، فانت بتحط فيها الكود بتاعك وتعمل ران، فهو المخرج بتشوف ساعتها يعني. فانت مش مضطر شبه اللي هو السكريبتنج العادي اللي هو مثلا زي في اس كود وكده، ان انت تكتب الملف كله او السكريبت كله وبعد كده تعمل ران وتشوف ايه الغلط وبعد كده تصححه والكلام ده كله. تمام، فتعال مثلا نشوف شكله عامل ازاي. يعني ده شكل جوبيتر نوت بوك. يعني مثلا الحاجة اللي على اليمين ديت اللي هو بايثون 2، ده عبارة عن الإصدار بتاع بايثون اللي هو مستخدمه، وده اسم النوت بوك اللي هو بيستخدمه اللي هو مثلا مسميه سبيكتوجرام. وهنا الاثنين دولت المستطيلين الاثنين دولت هم عبارة عن كود سيل دولت، تتك شيفت انتر فبيديك الاوت بوت بتاع الكود اللي انت كتبته ده. تمام، وده هو الاوت بوت، ده بقى بيبقى اول ما بتك شيفت انتر بيديك الاوت بوت مره واحده. فده يعني بيوفر عليك كتير وبتبقى عارف ان الكود اللي انت كتبته صح، وان شاء الله تعرف تكمل على ايه وانت متاكد ان انت عملته صح. فدي يعتبر يعني من اهم الميزات اللي في جوبيتر نوت بوك. تمام، طب ممكن واحد مثلا يتكلم يقول طب انا ممكن استخدم اي بايثون والكلام ده كده. فهقول لك برضك حاجه تانية ميزه زياده عن الاي بايثون اللي انا استخدمه تاني، ان انت لما بتيجي مثلا تخلص وتعايز تحفظ بقى الملف اللي انت عملته ممكن تحفظه على هيئه نوت بوك اللي هو اي بي واي ان بي اللي هو انتراكتيف بايثون نوت بوك. تمام، فهو عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن ملف جيسون بتنزله عندك خالص. لو انت جيت فتحته بقى لو انت عندك جوبيتر نوت بوك هيفتح عادي كانه جوبيتر نوت بوك، انما لو انت مش عندك هيفتح على كانه ملف جيسون. الميزه كمان ان لو انت رفعت الملف ده على جيت هاب وكده فاي حد ممكن يخش يشوفه لاي جوبيتر نوت بوك والكلام ده كده. فجيت هاب بيعرف يفهم ان دي جوبيتر نوت بوك وبيعرف يعمل له ريندر صح، فاي حد ممكن يعرضه. تاني حاجه انت ممكن تحفظه على هيئه بايثون ملف سكريبت عادي، ممكن تحفظه ك HTML اللي هو صفحه كده واحد يخش كانه يشوفها كانها صفحه على النت ماشي. ممكن تحفظه كمارك داون والكلام ده كله، حتى ممكن تحفظه كبي دي اف وبرزنتيشن يعني ملف برزنتيشن باوربوينت والكلام ده كله. وفي اضافات ممكن تساعدك انت تكتب ملف برزنتيشن يعني حاجات كتير جدا. فهو صراحه يعني ده مهم جدا ويعتبر من اهم الميزات برضك في جوبتا نوت بوك. تمام، فهو يعني اهم ميزتين كاختصار اللي هو ان انت بتكتب الكود وفي نفس الوقت يعني اول ما بتك شيفت انتر او تعمل رن الكود بيديك الاوت بوت مره واحده، فانت بتبقى عارف ان انت شغال صح وان اللي جاي بعد كده مش شغال هيبقى على اساس صح ان شاء الله. تاني حاجه ان انت ممكن تحفظ الحاجات ديت باكتر من امتداد، يعني ممكن تحفظه كنوت بوك، ممكن تحفظه كبايثون، ك HTML، كبرزنتيشن، كبي دي اف، كل حاجه دي. تمام، طيب تاني حاجه الاسم جه منين؟ الاسم عباره عن جوبيتر نوت بوك. طب الاسم ده جاي من ثلاث مقاطع شباب، انا عاملها كده. اول حاجه جوليا وبايثون وار. جوليا وبايثون ار دول عباره عن ثلاث لغات برمجه ماشي. فهو دول الاساسيين اللي هو جوبيتر بوك اول ما اتعمل كان بيشتغل عليهم، وبعد كده بقى هم توسعهم اكتر وبقى في بيضم لغات برمجه كتير جدا. يعني بيتهيألي حوالي 100 كيرنل ويمكن اكتر. الكيرنل ديت اللي هو لغه البرمجه او النواه اللي هو بيشتغل عليه، وهنفهمها بعدين ان شاء الله هتكلم عنها. وحتى لما انت تيجي تبص على اللوجو هنا لو جيت بصيت على اللوجو هتلاقي ان فيه ثلاث دوائر، الثلاث دوائر دول بيقول عليها ثلاث اقمار اللي هما برضك بتوع الثلاث لغات دولت. تمام، فهو جوبيتر جاي من ثلاث من اختصار للثلاث اسامي دولت، والثلاث اقمار برضك او اللي موجودين في اللوجو بتاعه برضك من ثلاث لغات دول. تمام، فكده احنا اتكلمنا ليه لازم استخدمه وليه والاسم جه منين. تمام، فتعالى بقى نشوف اللي ازاي بقى نلاقي ازاي ابداه وازاي هو بيشتغل اساسا. تمام، لو انت عايز بقى نبدا اشتغل مع جوبيتر بوك وازاي استخدمه فلازم يكون مستطاب عندك جهاز. وانا انصحك لو انت عايز تسطبه انت ممكن تسطبه باستخدام بيب، بس انا انصحك انت تنزل اناكوندا ديستريبيوشن بحيث ان اناكوندا يبقى شامله مكتبات مش جوبيتر بس، لا ممكن بيكون معاها نمباي ومعاها بانداز ومعاها سيركت ليرن وكل المكتبات ديت وماتبروتليب
فانت ما بتشغلش بالك بقى انت تنزل كل مكتبه لوحدها وتوجع دماغك بقى حصل مشكله والكلام ده كله. فكل المكتبه دي بتنزل مره واحده وانت تريح دماغك، فاشتري دماغك وريح نفسك ونزل بس على حسب النوع. فانت نزل بايثون 3 3.7 بحيث 2.2 بحيث بايثون 2.7 ديت خلاص يعني 2020 فهي هتكون خلاص اتلغت وما عادش هيفضل الا بايثون 3.7. فانت نزلها على حسب نوع النظام اللي عندك 64 بت ولا 32 بت. طبعا في بقى اللينكس والماك وكل حاجه تمام. بعد ما تنزلها وتسطبها تعال هنا تمام. فانت لو انت قلت كوندا ايوه تمام، فانت اول ما بتكتب كوندا كده الحمد لله كده مسطبه وكل حاجه ما فيش اي مشكله، فانت كده طمنت ان هي مسطبه تمام. طب ازاي ابدا استخدم بقى جوبيتر؟ هتيجي مثلا عند الملف مثلا هنا مثلا دي كان كتاب انا كنت بقراه اللي هو بايثون فور داتا اناليسيس، برضك لو انت عايز تشوف الريفيو بتاع الكتاب هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. دي ماتيريال الكاتب كان حاططها على جيت هاب فانا نزلتها. انت ممكن تكتب بس تيجي هنا وتك سي ام دي، اكتب بس سي ام دي وبعد كده انتر، هتلاقي ان هو ايه فتح تيرمينال في نفس الفايل هنا بدل ما تعمل بوش دي وتغير بقى الدايركتوري والكلام ده كله. فانت اللي هتعمله هتك ايه، هتكتب جوبيتر نوت بوك بس، هتك انتر هتلاقي ان هو اللي بيعمله دلوقتي ان هو بيفتح سيرفر على الجهاز، لوكال سيرفر على الجهاز عشان يعرف يوصل جوبيتر نوت بوك بالفايل دي بحيث ان هو يقدر يكتب ملفات ويعمل كل حاجه تمام. بعد كده بقى هيبدا وهتلاقي ان انت في ويندو فتحت عندك على الديفولت براوزر بتاعك اللي هو كروم مثلا او اي ديفولت براوزر عندك، وهتلاقي اتفتح وهنا كل الملفات اللي موجوده في الفولدر اللي انا فتحته تمام. بعد كده احنا ايه خلصنا كده وعرفنا بقى ان جوبيتر نوت بوك ازاي نستخدمه والكلام ده. فزي ما انتم ما شفتوا برضك ان هو ايه لون ابيض والكلام ده كده، فاني واحد يعني مثلا لو قعدت فتره طويله ان انا ابص اللون الابيض والكلام ده وبالذات لو بالليل فده هيوجعني جدا. يعني ايه في ريبوزيتوري على جيت هاب يعني الراجل ده مشكورا برضك عمل الكلام ده كله بحيث ان هو بيغير السيم بتاع جوبيتر نوت بوك خالص تمام. وحتى هنا يعني انصحك انت تقرا الحاجات دي كلها تعدل فيها. فهو في الاخر خالص كاتب هنا ايه، قال لك هنا اختصار يعني لو انت عايز تعمله دارك خد الكود ده ولو عايز تعمله لايت خد الكود ده. فهناخد الكود كنترول سي تمام ونيجي هنا ونقول هنا كنترول في. طبعا انت لازم ايه، انت لازم تعمل انستليشن اول تمام. طبعا انت لازم تكون تعمل انستول ويز بيب، وهو طبعا حتى هنا في ريكويرمنتس كاتب ايه لازم يكون معاك جوبيتر بتاع اناكوندا تمام. فانت هتعمل بيب انستول وجوبيتر سيمز وبعد كده كل دي في تيرمينال طبعا. وبعد كده بعد ما تخلص تقوم انت جاي عامل ديت وتك على مين، على الكود ده، خد الكود اللي احنا خدناه من تحت دهوت اللي هو الكود ده وبعد كده احطه هنا وتك انتر. هياخد شويه تمام كده خلص. يبقى كده ايه احنا خلصنا جوبيتر نوت بوك. فتعال نشوف السيم الجديد بقى جوبيتر نوت بوك تمام. فدي السيم الجديد، هو شوف اتحول شكله خالص، كان اول ابيض وبعد كده اتحول اسود. فدي صراحة انا بحب اللون ده جدا يعني برضك زي ما قلت لك، يعني لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي فيه الوان كتير تمام. وبرضك ان شاء الله برضك في اخر الفيديو برضك هوجهك لمقالات تانية بحيث ان فيها اشكال كتيرة انت ممكن تشوف الشكل اللي بيعجبك وانت ايه يعني مرتاح له الكلام ده كده. مثلا واحد فيه رسمة او رسومات والكلام ده، ده شكل الرسومات طبعا يعني ايه لما تيجي تعمل هنا هو لسه مشغول بس يعني كده كده معناه الكيرنل سبيسي لسه مشغول تمام. فالميزه في حاجه بقى ايه، الحاجه اللي انا مش عاجباني برضك ان لازم ان لما باجي اعمل ايه هنا ران بتبقى الخلفيه هنا بيضه، فانا عايز الخلفيه تتغير عشان يبقى الشكل حلو كده. برضك انا كده عملت ايه، ما برضك انا هشوف لون ابيض فانا مش عايز اشوف لون ابيض خالص. وكمان ايه في الخط متغير يعني الخط صغير شويه فانا عايز ازود الخط واعدله. فالحاجات دي كلها انا عملتها، فهسيب لكم برضك الكود تحت في الديسكريبشن ان شاء الله هتلاقي فيه كود تحت. وفي حاجه كمان انا كنت عايز اوريها لكم برضك ان انا عملت سكريبت باستخدام لغه بايثون برضك ان هو ايه، ان انا مثلا هوريه لكم تمام. ده شكل السكريبت، اه هو صغير بس يعني ايه مفيد وهيوفر عليكم وقت كتير. اول حاجه دي السكريبت اللي احنا مغير بيه السي ماشي، دي الدارك سي، ودي لو انت مثلا عايز بقى تغير اللي ترجعه زي ما مكان اللون الابيض والكلام ده كده انت هتعمل بقى ايه اللي هو هتغير بس مين، دي الاوريجينال سيم اللي هو جي تي ماينس ار، وبعد كده دي هيرجعه لك للدارك سيم زي ما مكان. يعني لو احنا جينا هنا وكتبنا كنترول سي
تمام كده بيقفل. وبعد كده قلنا جي تي ماينس ار ماشي، هنا هيرجع لك مين؟ هيرجع لك اتنين فولدرين، اتنين الفولدر ده والفولدر ده، خدهم كوبي وروح امسحهم، امسح الفولدرين دولت عشان ترجعوا شبه مكان خالص ما فيهوش اي حاجه تمام. وبعد كده اعمل تاني يعني اعمل تاني شغل جوبيتر نوت بوك، هتلاقيه رجع زي ما كان تمام، بس انا عايزه شبه ده تمام. فهنعمل ايه؟ الفكره بقى ان انا مش هاجي على كل مثلا يعني مشروع او كل حاجه، هفتح اغير اول افتح التيرمينال، وبعد كده اغير للفولدر بتاع المشروع، وبعد كده التكه اعمل للسيم الجديد، وبعد كده اقوم جاي فاتح جوبيتر نوت بوك. لا ده كله كده كتير تمام. الفكره اللي انا عملتها ان انا هعمل ديت، عملت سكريبت وعملت له ايقونه هنا بس، بحيث ان انا لما اجي اتك على دوت دبل كليك هو بيشتغل مع نفسه، يعني بيعمل السيم وبيفتح الجوبيتر نوت بوك، وكمان هو بيعرف يعني هو ايه السكريبت اللي بديله مكان فولدر ولا بديله حاجه. يعني لو انتوا جيتوا شفتوا هنا السكريبت، اول السطر اللي فيه اول سطر دوت ده بيعرف ان انا بحط السكريبت في مكان الفولدر اللي انا عايز افتحه، يعني مثلا عايز افتحه في فولدر ده، فالبيز باز ديت هو بيبقى فيه الفولدر اللي موجود فيه السكريبت، يعني انا حاطط السكريبت في مكان نفس مكان المشروع، فهو بياخد بيعرف ان السكريبت موجود في الفولدر ده، فبيفتح جوبتر بوك على الفولدر ده تمام. فدي الفكره اللي فيه وهنا امبورت بي اوبن سب فروم بروسيس، ده بتعمل ايه؟ ميزتها ان انت بتاخد الاكواد دهيت وبتخليها مين بتعملها ران في التيرمينال، يعني انا عايز اعمل لها ران في التيرمينال بدل ما اكتبها بنفسي تمام. فالفكره ان هنا بتعمل بوب كوماند وبعد كده شيل بيساوي ترو، فهو الفكره ان هو بيعمل ايه؟ سب بروسيس ديت فيها كلاس اسمه بي اوبن تمام. فالبي اوبن هنا بيعمل بديله كوماند وبديله الشيل عشان يعملها ران في الشيل تمام. وهنا الكوماند لازم بقى ايه يكون كل كوماند والتاني مفصول يعني ايه بعلامه اند ديت اللي هي 2 دبل اند تمام. فهنا اول حاجه بوش دي يعني غير الدايركتوري، ومين اول واحد اللي هو بقى بيس باس اللي هو اللي احنا خدناه اللي هو مكان الدايركتوري الموجود في مين السكريبت، والسكريبت موجود في نفس مكان المشروع، فبالتالي يبقى نفس مكان المشروع تمام. تمام وبعد كده تاني حاجه كده خلص السكريبت، طالما وصلنا للاثنين دول يبقى كده ايه كده اول حاجه نفذ الامر دي وتك انتر، وبعد كده بقى مستني الامر الثاني. الامر الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الدارك سيم، هيعمل لك الدارك سيم وشغل الدارك سيم. اخر حاجه بعد ما عملنا الدارك سيم هنقول له ايه؟ شغل بقى جوبيتر نوت بوك بس. فقوم جاي مشغل جوبيتر نوت بوك ويفتح هول، وكل الثلاث اوامر دول بدل ما تكتبهم بنفسك وتعطل نفسك، لا تك بس على الايقونه وهو يشتغل تمام. تمام قوي بس. فدي برضك هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. وحاجه كمان بقى كنت عايز اضيفها لكم، ان في حاجه اسمها مين، ثانيه واحده، هنا في حاجه اسمها ستارت اب. يعني ايه ستارت اب؟ ان جوبتا نوت بوك لما بتيجي تبداه مثلا بيبقى في حاجات انت كنت عايزها مثلا ايه تبقى مبدوءه يعني تلقائي كده، بدل ما انت بتقعد تكتبها وتعمل كل مره بنفسك، لا انا عايز اعملها يعني ايه بحيث انها تبدا مع نفسها اول ما ابدا جوبتا نوت بوك تكون موجوده معايا. يعني مثلا حاجه بسيطه، لو انت مثلا ايه عايز مثلا تعمل امبورت لامباي وبانداز ومات بلوتليب وسي بورن والكلام ده كله، بحيث انها تبدا اول ما جوبتا نوت بوك يبدا دي تبدا معاه، بدل ما تقعد تكتبها في كل مشروع تعمله او كل النوت بوك انت بتعمله. فالفكره ان في ملف اسمه مين، في ملف اسمه 00 ستارت اب، ده انت بتحطه فين؟ بتحطه في هنا في الدايركتوري هنا. طبعا انا هنا اسمي الكمبيوتر بتاعي اسمه كريم، فانت هتغيره على حسب اليوزر بتاعك تمام. وبعد كده بتحطه هنا في الفولدر ده تمام. هنا بقى الفكره ان انا هنا ده لما انا عايز انا اعمله هنا، الفكره في يعني لما احنا جينا اتكلمنا قلت لك ان لما باجي اعمل ران الدارك سيم موجود، بس لما باجي اعمل ران البلوت بيبقى الخلفيه بتاعته بيضه، فانا مش عايزها كده. فالكود ان شاء الله هيخلي لك الخلفيه السوداء او نفس الكود نفس السيم بتاعك، فايه فهيبقى شكله كويس كده وهيريح عينيك. اهم حاجه الفكره ان انت هنا تغير السيم، يعني انت شوف السيم اللي انت مختاره وغيره على حسبه. يعني انا مختار الوان دارك، فانت غيره بقى، اخترت سيم تاني غير بس الكلمه ديت بالسيم اللي انت عنده اللي انت مختاره تمام. وبعد كده بقى ايه اختار الكلام ده كله، ودي برضك دي مهمه، يعني اقرا إيه الكلام ده كده ان شاء الله عشان بس الفيديو شكله طول تمام. فانت اقرا الكلام ده كده بس. فهو الفكره كلها ان هو دي برضك هيبقى الستارت اب دي اللي اول ما يبدا جوبيتر نوت بوك اي بايثون هيشوف الملف اللي انت حاطه ده، هيقوم عامل رن الملف البايثون ده او السكريبت بايثون ده بحيث ان هو يبقى موجود عندك تمام. تمام فاحنا كده خلصنا، فتعالى بقى نشوف ايه اللي نبدا جوبتر نوت بوك كده ونشوف الدنيا تمام. فهنبداه هنا اهوت، تمام نفس الحاجه مفيش اي تغيير. تعالى بقى نخش هنا،
تمام، هتلاقي حجم الخط زاد، حجم الخط زاد ده عشان اللي انا عملته في السكريبت هنا، تمام، فده زود حجم الخط والحجم كبر كده زي ما انت شايف. تمام، فما ما انت فاكر برضك الخلفيه هنا كانت بيضه، فانا ما كنتش عايز اخليها بيضه، انا عايزها السوداء، فهيعمل هنا رن. سوري، شوف هنا، ايوه هنا دي بقى اللي انا بتكلم عليه، اللي هو انا الخلفيه كانت الاول بيضه بقى خليها سوداء، تمام، فدي اللي انا كنت عايزه. بس فهو دي الفكره، يعني ايه دي جت منين؟ دي جت من اللي هو الستارت اب اللي انا حطيته في الفولدر بتاع دوت اي بايثون ده. تمام، اخر حاجه بقى اللي هو الاكستنشن، الاضافات اللي انا عايز اضيفها، فهو الاكستنشن اللي انا بستخدمه اللي هو الاكستنشن ده ان بي اكستنشن، دي برضك اكستنشن مهم جدا ويعتبر من اشهر الاكستنشن الموجوده لجوبيتر، ماشي. فانا هسيب لك المقاله ديت، دي اللي انا قريتها، المقاله بتتكلم عن جوبيتر بشكل عام، بس ايه اقرا بس اللي هو رقم، الموضوع رقم 3 فين؟ ثاني اهو، جوبيتر اكستنشن هو ده، هسيب لك برضك رابط المقاله تحت ان شاء الله، بيتكلم عن الاكستنشن وازاي تستطيع باستخدام كوند، عشان اقول لك برضك ان الكوند او انا كوند برضك مهمه جدا تسطبها، فانت خد بس الكود دوت وحطه في التيرمينال وهو يسطب كل حاجه مع نفسه، وبعد كده اقفل جوبيتر نوت بوك وبعد كده افتحه تاني وهتلاقيه اشتغل معاك ان شاء الله. دي مفيده جدا، وهي بتتكلم هنا تحت على يعني اشهر الاختصارات او اشهر الاكستنشن اللي انت ممكن تستخدمها بعد ما تسطب الحاجات ديت، فهو دي مهمه جدا وهتوفر عليك وقت كتير صراحه. تمام، فبس فهو دي يعني ايه الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، ويا رب اكون فدتكم، ويلا سلام عليكم.